أستهل كلمتي المقتضبة والعفوية أنني اكتبتها غير بوضوح دقائق بأن أبارك لكم حلول الشهر العظيم. رجينا من الله أن يكون فاتحة خير علينا جميعا، وإنه لمناسبة طيبة بأن نتقاسم معكم فرحة هذا اليوم، ألا وهي قرب عيد ميلاد ولي العهد صاحب السمو الملكي مولاي الحسن، وكذا استغلالها في تدشين فضائنا الرياضي المدرسي في حلته الجديدة بحلبة سباق نوعية بسبع ممرات ستحفز المتعلمين على التعلم واكتساب المهارات بشكل جيد. نشكر وشكر خاص لكل من ساهم من قريب أو بعيد لإخراج هذا الورش حيز الوجود، وأخص بالذكر الشريك الاستراتيجي ألا وهو جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في شخص رئيسها على الدعم المادي الله مشروط. كما نشكر المديرية الإقليمية وكل أطورها في شخصها سامرة باروك على احتضاننا وتشجيعها لكل المبادرات التي تخدم مصلحة المتعلمين. شكر خاص أيضا لزملائي في الجمعية الرياضية للثانوية التأهيلية طه حسين الذين أبانوا عن رغبتهم في إنجاح هذا المشروع، كل من جانبه لهز البالة لهز الفاس لهز الطف كل واحد. شكر أيضا تلاميذ الثانوية اللي حتى هما أبانوا عن مدى تعلمات وعن مدى يعني الأخلاق ديالهم والمبادرات الطيبة ديالهم لإنجاح وجعل الثانوية ديالهم رمز من الرموز. شكرا لكم، وأتمنى من الله أن تكون هذه المناسبة وتعاد دائما وبشكل متكرر. كلمة للسيدة المديرة الإقليمية إذا تفضلت. شكرا على التواجد، تحية جميع أطر مؤسسة طه حسين، تحية تلميذات التلاميذ، يوم خاص يعني نشوف الفرحة عند الجميع. شكرا على الدعوة
نتمنى هذه المبادرة تكون جميع المؤسسات التعليمية، لأن ملي كاين انتماء للمؤسسة التعليمية واحد النهار غتوليو قدماء تلاميذ طه حسين، ترجعوا تشوفوا الإنجازات ديالكم. إذا أرجو التوفيق للجميع، رمضان مبارك كريم، نرجو من الله أن يرفع عنا البلاء إن شاء الله. تكون هنا واحد مجموعة ديال اللقاءات الرياضية تتويج التلميذات والتلاميذ هنا، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية السيدة المديرة الإقليمية في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، السيد رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، السادة الأساتذة، عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، باسم الإدارة التربوية لثانوية طه حسين وباسم كل العاملين بها، نرحب بكم جميعا وسعداء بمشاركتكم لنا هذه اللحظة السعيدة وسط فضاء التربية المدني الجميل الذي حل ربيعه هذا الموسم الدراسي بمبادرة من أساتذة التربية البدنية، سي عبد العزيز العظم، سي عصام منصار، سي هشام، سي محمد قرزازي. إذا هذو جنود الخفاء الجمعية الرياضية للمؤسسة، والتي هذه المبادرة تقبلتها إدارة المؤسسة بصدر رحب، فأثمرت الجهود المبنية بشراكة مع شريكنا الاستراتيجي جمعية آباء أولياء التلاميذ وأمور المؤسسة. قلت أثمرت هذه الجهود فضاء يغري المتعلمات والمتعلمين على ممارسة أنشطة رياضية مدرسية في ظروف وشروط ملائمة وجمالية أخرى، خاصة وأن المشروع 11 مرتبط بتنزيل أحكام قانون إطار الرسمي 17 يدعو في مشروع 11 يدعو إلى التقاء بالرياضة المدرسية وتشجيع مثل هذه المبادرات. نجدد الترحاب بكم وبكل المبادرات الهادفة إلى خدمة التلميذات والتلاميذ وتنمية قدراتهم المعرفية والمهارية والوجدانية والجمالية والرقي لمنظومة التربية الوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أولا نشكر جميع الحضور الإدارة الإقليمية، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، رئيس المكتب، رئيس مؤسسة طه حسين التجارية، حضور كريم الأطر إداريين مؤسسة ثانوية طه حسين، تلاميذ التلميذات على مجهودات جبارة. نشكر أيضا مكتب التربية البدنية والرياضية على هذه المجهودات المبذولة. أبينا إلا أن تشاركونا فرحتنا، ونظرة والفرحة تبدو أيضا على المتعلمين والمتعلمات بهذا الفضاء الجميل. وإن شاء الله نعطي الكلمة للسيد رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ليقول كلمته في هذا الموضوع، لأنه هو الشريك ديال المؤسسة الاستراتيجي كما قالها الأساتذة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدة المديرة الإقليمية للتربية والتدريب الناظور، السيد رئيس مؤسسة طه حسين التعليمية، السيدات والسادة الأخر التربوية والإدارية، بناتي وأبنائي، عزيزاتي وأعزائي التلميذات والتلاميذ، أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي الغبطة والسرور يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم جمعية أمهات وأباء أولياء التلاميذ في هذه التظاهرة المباركة التي تنظمها اليوم ثانوية طه حسين التأهيلية في إطار حفل تدشين فضاء التربية البدنية بهذه المؤسسة بعد إعادة تأهيله، بحضور بطبيعة الحال السيدة المديرة الإقليمية مشكورة. استحضارا للدور الذي تلعبه ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية وبخاصة المشروع رقم 11
الذي سوف نتكلم عنه شيء ما، إحداث مسارات وتخصصات رياضة ودراسة الذي يدخل ضمن تفعيل مشاريع القانون الإطار 15/51/17 خاصة من المجال رقم 2 المتعلق بالارتقاء وبجودة التربية والتكوين في تطوير النموذج البيداغوجي وتجديد مهن التربية والتكوين وبالارتقاء بتدبير المسارات المهنية والحياة المدرسية وتحسين وتطوير نظام التكوين والدعم المدرسي والمهني والجامعي وأيضا بالرياضة المدرسية وتطوير استعمالات التكنولوجيات والمعلومات والاتصالات في التعليم، إذ يعتبر هذا القانون الإطار قيمة مضافة للمنظومة التربوية لتحقيق وبلوغ أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. وبهذه المناسبة الغالية وباسم جمعية أمهات وأباء أولياء التلاميذ يطيب لي أن أؤكد من جديد للسادة الحضور أن الجمعية ما فتئت تولي اهتماما بالغا لهذه المؤسسة ولن تدخر أي جهد في سبيل إعطاء ما تستحقه من عناية بالغة لجميع مرافقها ومحيطها التربوي، بحيث استطاعت أن تشارك هذه المرة وتساهم كعادتها في عملية إعادة تأهيل هذا الفضاء للتربية البدنية إلى جانب الجمعية الرياضية بهذه المؤسسة، كما أنها تقوم دائما وأبدا بتطوير خدماتها في نسج الروابط الاجتماعية والعلاقات بينها وبين مختلف القطب التربوية باعتبارها فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية. حضرات السيدات والسادة، أود أن أغتنم هذه الفرصة وأنا متواجد معكم في هذا اللقاء بأن أنوه عاليا بالمجهودات القيمة والجبارة المبذولة من طرف السيدات والسادة القطب التربوية والإدارية بهذه المؤسسة إلى جانب السيد رئيس المؤسسة في تطوير جودة التمدرس وإنجاح المنظومة التربوية بهذه المؤسسة. وخير دليل على ذلك تحقيق النتائج المتميزة والمراتب الأولى في امتحانات الباكالوريا إقليميا وجهويا على امتداد 8 سنوات متتالية. ومن أجل ضبط الأمور والاحتفاظ بمكانة هذه المؤسسة علينا أن نتعبأ جميعا من سلطات محلية وجماعات ترابية ومجتمع مدني في تقديم الدعم المعنوي لكل تجليات السادة القطب التربوية وتشجيع التمدرس بهذه المؤسسة حتى تتبوأ المكانة المرموقة اللائقة بها. وقبل أن أختم هذه الكلمة، يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل مرة أخرى إلى السيدة المديرة الإقليمية الإنسانة المتخلقة والمرأة الحديدية، وأقولها دائما وأكررها في جميع اللقاءات على ما تبذله من مجهودات جبارة في سبيل إنجاح قطاع التعليم والارتقاء بمكانته في هذا الإقليم العزيز. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بكل الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة من قريب أو من بعيد، دون أن ننسى دائما السيد رئيس المؤسسة بطبيعة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في مساركم المهني ويحفظكم من كل مكروه، إنه على ما يشاء قدير وباستجابة جديد. ورمضان مبارك إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.